حافظ جوني مناير، بونجور. صباح الخير. صباح النور. خبرني شو رأيك أول شيء بهالاجتماع، بالقرارات يلي طلعت فيها جمعية مسيحي مركزية مسيحي المشرق، وشو رأيك بهالقرارات وقديه قادرين إنه ننفذها مش بس إنه نحكي فيها؟ يعني هي بتشكل أول شيء لأنه يمكن زحلي غايبة شوي عن المجتمع، عن الصورة السياسية العامة. عندها أوجاع مثل أوجاع الوطن كله، لكن عندها أوجاع إضافية وهي حاجات ملحة لها، إن كان من ناحية الوضع الإنمائي تبع الوضع الاقتصادي وحتى من الناحية السياسية، ووجود المجموعة المسيحية اللي هي بزحلي اللي عندها ظرف خاص، وبالتالي هيدا يلي هذا بينعمل له بيرجع مونتاج هلا اوكي. وبالتالي هذا هو اهميه بتنطلق من هيدي الامور. هلا جيد انه في مجموعه من الزحاله عم تجرب توصل هذه الصرخه على اساس المسيحيين الموجودين، خصوصا المسيحيين اللي بقى، لانه هن يتمسكون او يتمثلون ايضا من خلال المسيحيه زحله، وبالتالي رفع الصوت وابراز الامور يلي هن الملحه يلي هن بحاجه لها، لحتى وايضا كمان في مهمه لمسيحيه زحله اللي هلا هي مهمه اكبر، التواصل او التفاعل او احتضان مسيحيي المشرق الموجودين حوالينا ويلي هلا عم يتمثلوا بمسيحيه سورية، وايضا ما حصل سابقا مع مسيحيه العراق. حكى عن توأمة المدن، شو بينقصد بهالعبارة تحديدا؟ التوأمة اللي هي ممكن تصير حسب مع مدن، ممكن التوأمة بالأساس هي التواصل مع مدن قادرة يعني سابقتنا بالمجال الإنمائي، وبالتالي نقل خبراتها ومساعداتها وربما حتى أيضا مساعداتها المادية، والأهم يعني الخبرة اللي عندها إياها من أجل تحسين الوضع في هذه المناطق في المدن الأخرى، وبالتالي نقلها أو مساعدتها للتطور بشكل سريع أكثر شوي. يعني هون عم نحكي عن مدن برات لبنان ولا ممكن توأمة زحلة مع بيروت لنقولها؟ مع برات لبنان بعتقد يلي هي ممكن تفيد أكثر، لأنه والهدف الأساسي هو ندعي الشباب وكل المسيحيين أنه يتشبثوا بأرضهم، يعني كان فيها الهدف الرئيسي، كيف رح تنفذوه؟ هو الأساس في ظل ما بقول، بس ظل العناوين الكبرى يلي هي عم بتخوف المسيحيين وعم تأدي مثل ما بنسمع عن نزيف وعن هجرة، مثل ما بنسمع وعم نشوف، نعم إيجاد الحوافز لحتى المسيحيين ما يفلوا، خصوصا أنه ما يلي عم بيصيب مسيحيي المشرق حوالينا يلي هني قراب، مش هيك قلت لك زحلي بتحس بأوجاعهم أكثر من أكثر بشوي من مسيحيي بقية المناطق اللبنانية. هيدا شيء انه ليش حتى عم نفل، لازم نعالج هذا الموضوع، ليش حتى عم بيصير في هجره كبيره بين الشباب، وهون مشاكل مش هناك بتفوتي على المشاكل الاقتصاديه الانمائيه التربويه الحياتيه تلاقي المعيشيه كل هذه الامور، وايضا وبشكل اساسي المشاكل السياسيه يلي كلها هيدي بتادي بتكون حوافز للهجره، حوافز ليفل الانسان، مش ابدا مغريات مشان يبقى يتشبث بارضه. إن شاء الله بتتحقق كل هالدعوات أكيد. ميرسي لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك، يعطيك العافية، وبحيي التلفزيون وبقول هذا من يعني الأمور المضيئة في سماء مدينة زحلة، كل عمرنا يكون في عنا انت يعني مبادرات ذاتية رائدة على المستوى الوطني، وهذا التلفزيون هو أنا محط إعجابي، كنت أعمل لك من شوي وبقول قدام الكل محط إعجاب لإلي من بي يعني قدرات ضعيفة وذاتية ومتواضعة جدا، وعم يقدر يبلش يطور حاله لأنه يكون صوت لزحلة، صوت ليرفع مشاكلها. تحياتنا لكل أفراد التلفزيون، يعطيكم العافية. وأنت كنت محط لإعجاب كتير من الزحليين من خلال مهرجان زي إبداع يلي كان زحلة تي في قايم عليه، وكنت المبدع عن فئة الإعلام. ما أخذنا منك كتير حديث عن هالموضوع، بركي هلأ هيك بتعبر لنا عن شعورك وشو رأيك بهالمهرجان. أول شيء بيكفيني فخر إني زحلاوي، بيكفيني جايزة إنه على تذكرتي إنه أنا زحلاوي، بيكفيني عز إنه أنا ابن هالمنطقة هيدي. لذلك أنا بشكر ثقة الزحليين. أنا زحلاوي برفع راسي بس كون برا بحس حالي مميز عن غيري، بحس حالي إنه يعني الخبرة والحياة يلي عشتها تعطيني ميزة عن غيري، وعن جد بسأل هذا الموضوع، مش موضوع شعر عم بحكيها، هون موضوع حياتي بعيشها. وأنا بدي أشكر بس أكثر كمان التلفزيون يلي هو عم بجرب يعني شجع
ويعطي حافز لحندك حتى يكون في عنا مواهب تقوى وتكثر أكثر، ويكون في، لأنه زحلة زاخرة بالمواهب، وين ما بتروحي مش بس بلبنان، برات لبنان، بس تشوفي إنسان مميز بتحس تعرفي إنه زحلاوي أو عنده أصول زحلية، وبيكون فخور هو بأصوله، بيقول أول شيء أنا زحلاوي وبعدين بيقول أنا لبناني. منشان هيك بدي أقول إنه يلي عم بيصير هلأ هو خطوة ممتازة من أجل تحفيز الزحليين، لأنه نحن مميزين، وعن جد نحن مميزين. وفعلا أنت مميز وإعلامي مميز بلا شهادتنا أكيد، وزحلة فخورة فيك. مرسي لألك. الله يخليك، الله يحفظك، يعطيك ألف عافية. أستاذ بدر عبدايين بونجور، ويعطيكم العافية على هالمؤتمر. مرسي لألكم ولحضوركم. يعني سمعنا قرارات كتير أنتو فيها بناء على النهار المؤتمر الطويل يلي كان من حوالي الشهر. هالقرارات أكيد نتائجها بتكون فعالة كتير لزحلة، بس يمكن تطبيقها مش هين. كيف رح تشتغلوا أكتر على التطبيق؟ شو معقول تكون نتيجتها؟ وشو الدور يلي رح يرجع لزحلة إذا طبقت هيك قرارات؟ أكيد زحلة دورة كبير، نحن بدنا نحافظ على دورة، وهذا الشيء اللي نحن عم نعمله، ما عم نعمله إلا بناء لرغبات وإلحاح أهالي زحلة المقيمين والمغتربين والمنتشرين، لأنه بنعرف زحلة منا مدينة عادية، مدينة استثنائية بتاريخها وبجغرافيتها بأدبائها وبمفكرينها وبدورة. زحلة بدنا نعملها ملتقى للحوار والحضارات، وبدنا نعملها مركز ثابت، وهذا دعوات جاية من قداسة البابا للبطاركي لرجال الدين لكل الفعاليات والقيادات، الله يرحمه السفير فؤاد الترك كان عم بيطرحها، ونحن جايين ناخذ هالامانه ونطبقها. لذلك بما انه في دور كبير لزحله، وهذا الدور لازم تعمله بشكل ايجابي مثل عادتها، يعني كرمال هيك تنادينا نحن بمركزيه مسيحيه المشي نفتح مكتب بزحله، وعملنا المؤتمر وحضر اكثر من 200 شخصيه، وكلها نوعيه كلياتها رغبتها تثبيت هالوجود المسيحي المشع وفتح باب الحوار مع كل الأطراف، والوقت نفسه يكون في ملتقى للثقافات، وبالتالي تعزيز هذا الوجود من خلال تشجيع على الانخراط بالدولة ومؤسساتها، على تأمين فرص عمل. لذلك معنا رجال أعمال مثل نقول أبو فيصل وميشيل الظاهر وماستر شيبس وميموزا وكلهم، لأنه هودي معامل ومؤسسات فيها مئات وألاف من الفرص العمل. كما أنه نحن عم نشجع الاستفادة من أراضي الأوقاف ومن الأراضي المشاعات اللي تابعة للدولة انعمر فيها مساكن، نشجع على السكن والزواج والإنجاب، لأنه بالنتيجة إذا نحن ضلت الأرض بلا شعب ما بيكون إلى إفادة، كما أنه الشعب بلا أرض ما بيقلوا إفادة. الشعب والأرض هن اللي بيعملوا تاريخ، هن بيعملوا دولة، هن بيعملوا حضارة. وعلى هالأساس نحن اليوم عم نزيع المقررات لعناوين اللي نحن رح نلتزم بتنفيذها ومتابعتها. هل في مدة زمنية؟ أكيد في فترة قريبة، مثلا نهار اللي عملنا مؤتمر وضعنا حجر الأساس لمشروع السكن الدائم في دار يسوع الفادي. كما انه دشنا مع عند السيد اللي نقول ابو فيصل ارض لاقامه مصنع لتجفيف الفواكه بلشت، كما انه عم نساعد الدوله تعطي عائدات المدارس الخاصه وعائدات المستشفيات الخاصه من المستحقات اللي لها. بعدين ربط زحله ببيروت من خلال الطرقات، وفي بعض شقف عم تنشغل وبسرعه كثير مرتبه. بعدين فتح حوار مع كل الاطراف والمنادات بالسلام، لانه نحن مدينه سلام، بدنا سلام، والسلام لا يعطى يؤخذ، بدنا ننفذه من خلال كل القيادات اللي بدها تنصب بجهودها مع بعضها لتحقق هذا السلم، لانه بالسلام لما بننعم ينعم البلد.